دعاؤه عليه السلام في ذكر آل محمد عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من خص محمدا وآله بالكرامة وحباهم بالرسالة وخصصهم بالوسيلة وجعلهم ورثة الأنبياء وختم بهم الأوصياء والأئمة وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فصل على محمد وآله الطاهرين وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.